في قول الله تعالى قل هو الله أحد، هو ضمير المذكر الغائب والله دوما حاضر، والبعض نعم يقول قال الله تعالى قل هو الله أحد وهو ضمير المذكر الغائب والله دوما حاضر، والبعض قال إن هو تأتي ضمير فصل، والبعض قال ضمير الأمر، فما هو الفصل في هذا؟ اتركنا من هذا الكلام، هذا فلسفة باطلة. نحن نقول قل هو الله أحد كما أنزلها الله عز وجل، نتلوها كما أنزلها الله ولا نلتفت قال فلان وقال فلان. نعم.